حملاوي الذي احتضن هذه المباراة الشكلية وهي تتويج لشباب قسنطينة السنافر، كانوا حاضرا بقوة وصنعوا صور جميلة جدا في عاصمة الجسور المعلقة وملعب الشهيد حملاوي بالضبط. كانت هذه الصور رصدتها لكم كاميرا قناة زير نيوز التي كانت حاضرة في الملعب الذي تحول إلى كرة من لهب ونار بسبب هذه الاحتفالات بالفيميجان التي صنعها أنصار شباب قسنطينة. الأمر لم يتوقف هنا، فبعد المباراة جابت حافلة مكشوفة على متنها التشكيلة، تشكيلة شباب قسنطينة البطل، بطل في هذا اللقب الثاني في تاريخ النادي، وهو اللقب الثاني. إذن كانت هناك جولة في مدينة قسنطينة مرفوقة بالآلاف من الأنصار الذين أبوا إلا أن يحتفلوا بطريقتهم الخاصة بتتويج النادي بهذا اللقب الغالي. قبل ذلك أيضا كان هناك تسلم درع البطولة بعد نهاية المباراة بحضور رئيس الاتحادية الجزائري لكرة القدم خردين زاتشو، المدرب الوطني رفح مجار، إضافة إلى السلطات المحلية بولاية قسنطينة يتقدمهم الوالي عبد الباسط سعيدون. أيضا من ناحية الحضور الرسمي لهذه الاحتفالية الكبيرة التي شهدتها قسنطينة ليلة أمس، عمار بهلول رئيس مؤقت للمكتب المشير للرابطة المحترفة الذين سلموا القائد ياسين بزاز درع البطولة. إذن على طريقة الكبار احتفل شباب قسنطينة بهذا اللقب الغالي بعد غياب دام عن خزائن النادي منذ سنوات طوال. فرحة أسطورية وأجواء خيالية صنعها السنافر في هذه الليلة الرمضانية. صور رائعة، نبارك مرة أخرى لنادي شباب قسنطينة هذا اللقب الغالي وهذا الاحتفال الأسطوري لأنصار نادي السنافر الذين يستهلون كل هذه الفرحة بفريقهم الذي تعب كثيرا للوصول إلى هذه النتيجة. مبارك مجددا للسنافر.